صباح الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الصباحية التي نقدم لكم فيها أهم الأخبار السياسية، ونستعرض معكم أيضا أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، ونتفاعل معكم من خلال مشاركاتكم اليومية. والبداية مع العناوين. البيت الأبيض يؤكد للحدث أن رد إيران على مسودة النووي غير بناء، وبايدن لن يوقع اتفاقا لا يراعي الأمن القومي الأمريكي. وسط استمرار الخلافات، مجلس الأمن يصوت اليوم على تسمية السنغالي ذاتيلي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا. أما عناويننا التي رصدناها على مواقع التواصل الاجتماعي فمع زميلي توني مزرعاني هنا في غرفة الأخبار. توني صباح الخير. صباح النور ضحى. في بلد الأرز، النيران تهدد بالقضاء على أكبر محمية للأرز، جهود الإطفاء متواصلة ومطالب التحقيق في الأسباب. خبر غير سار لمدمني الهواتف الجوالة، أضرارها لا تتوقف عند النظر بل تزيد من مظاهر الشيخوخة، دراسات جديدة حول مخاطر الشاشات الإلكترونية. قبل الخوض مشاهدينا في تفاصيل النشرة الصباحية، نتوقف مع موجز لأهم الأخبار. اتهمت بعثة الأمم المتحدة في اليمن ميليشيا الحوثي بخرق اتفاق الحديدة بعد قيامها بعرض عسكري في المدينة، ما اعتبرته خرقا للاتفاق الأممي. كما أعربت البعثة عن قلقها البالغ إزاء هذا الاستعراض العسكري الذي يخل بأهم مبادئ الاتفاق والمتمثل بخلو المدينة من كافة المظاهر العسكرية. غادر بعض خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوريجيا النووية بعد زيارتهم للاطلاع على الوضع فيها. أكد مدير الوكالة رافائيل جروسي أن البعثة قامت بإجراء تقييم أولي للوضع، تمكنت خلال ساعتين من رصد الأمور الأساسية التي كان يجب رصدها. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مولدوفا من أن تهديد أمن القوات الروسية في منطقة ترانسنستريا الانفصالية قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مع موسكو. طالب سوريا مجلس الأمن الدولي بإدانة غارات إسرائيل وتحميلها المسؤولية عن قصف المنشآت السورية. أكدت الخارجية السورية أن القصف الإسرائيلي الأخير على مطار دمشق دمر جهاز قياس المسافات للطائرات وأخرج محطة المساعدات الملاحية عن الخدمة بكامل أجهزتها في مطار حلب. كشف الاتحاد العام التونسي للشغل عن تباين في الرؤى مع الحكومة حول عدد من النقاط الخلافية. أكد الناطق باسم المنظمة النقابية عن التوصل لاتفاق وحيد مع السلطات يتعلق بإعادة صياغة المنشور الذي يشترط موافقة رئاسة الحكومة المسبقة قبل التفاوض مع الهياكل النقابية. أهلا بكم. أكدت الخارجية الأمريكية للحدث أن البيت الأبيض تلقى الرد الإيراني حول مقترحات واشنطن لإحياء الاتفاق النووي ووصفته بالرد غير البناء. أكد البيت الأبيض للحدث أن الإدارة الأمريكية تدرس الرد الإيراني وتنسق مع حلفائها بشأنه، مشيرا إلى ثغرات قائمة بخصوص الملف النووي الإيراني. أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن لن يوقع اتفاقا لا يراعي مصلحة الأمن القومي الأمريكي. The president has been crystal clear. Iran will not be allowed to achieve nuclear weapons capability. He prefers to achieve that outcome through diplomacy. But the basis of the statement remains clear and consistent. They will not be allowed to achieve a nuclear weapons capability. You've seen us take quite swift and steady action against militia groups as they have presented a threat to our people, to our facilities, as well as to our Iraqi partners.
And we're going to continue to do what we have to do to defend ourselves and our Iraqi partners. ننتقل إلى التطورات الليبية، حيث دان مجلس الأمن الدولي في بيان له الاشتباكات الأخيرة التي اندلعت بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس يوم 27 من أغسطس الماضي. دعت الدول الأعضاء جميع الأطراف المعنية في ليبيا إلى نبذ العنف واحترام القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والامتناع عن أي أعمال من شأنها زيادة التوتر وتقويض العمليات السياسية. أشار البيان إلى ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020، بما يشمل إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، كذلك الاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن. يأتي هذا بعد أن كشفت مصادر الحدث أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن رسالة بقراره تعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي ممثلا خاصا له جديدا ورئيسا للبعثة الأممية في ليبيا، وتتعين الموافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الأمن 15 على تعيين باتيلي مساء اليوم الجمعة قبل الموافقة على تعيينه. سيحل باتيلي محل يانكوبيتش الذي تنحى في ديسمبر الماضي، والمبعوث الأممي الثامن إلى ليبيا منذ الإطاحة بحكم القذافي عام 2011. تأتي خطوة غوتيريش بعد الجدل والخلافات التي أحاطت باسم المبعوث الأممي والمعارضة التي أبدتها حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها بحجة افتقاره للخبرة المطلوبة، فيما يشير محللون إلى أن حكومة الدبيبة تريد أن يبقى منصب المبعوث الأممي شاغرا للتغطية على ملف فسادها. بمسألة فساد حكومة عبد الحميد بيبة، حكومة عبد الحميد بيبة من مصلحتها أن يكون يعني منصب المبعوث الأممي شاغرا، وأن تستمر البعثة بهذا التخبط نظرا للفساد الكبير للبعثة الأممية. وأنا أشير إلى أن سيد باتيلي نفسه كان يعني مسؤولا عن تقرير المراجعة الاستراتيجية للبعثة الأممية، وكان لديه تواصل مع بعض الأطراف بما فيها حكومة دبيبة في السابق والمجلس الرئاسي الآن. ومن ثم أنا في تقديري بأن هذه الأسباب هي التي أدت بالأطراف الخارجية، أنا أقصد بريطانيا والولايات المتحدة، للدفع بعبد الحميد دبيبة لهكذا اعتراض. إذن مشاهدين، اعتراض حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها على تعيين عبد الله باتيلي مفدا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا خلفا للسلوفاكي يانكوبيتش جاء عبر رسالة وجهت إلى غوتيريش، وهو ما اعتبره عدد من الدبلوماسيين بأنه انتقاص من مصداقية تلك الحكومة. حكومة الدبيبة أوردت أسباب اعتراضها بالآتي: أولا، لم يتم التشاور والتنسيق معها على تكليف باتيلي. ثانيا، تحركات لم تأخذ في الاعتبار وجود سلطات قائمة بالفعل في طرابلس. ثالثا، تعتبر حكومة الدبيبة أو تعتبر أن الملف الليبي حساس ويحتاج إلى كفاءة خاصة. رابعا، فإن حكومة الدبيبة عارضت نفسها بقولها إنها تدعم الخيار الإفريقي مفضلة المرشح الجزائري صبري بوقدوم. دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني إلى ضرورة وجود مفاوضات عميقة وجدية مع الليبيين بخصوص المبعوث الأممي الجديد لضمان العمل مع الوسيط الأممي ونجاحه داخل البلاد.
عبر الهاتف ينضم إلينا الكاتب الصحفي والباحث في الشأن الليبي عبد الستار حديتة. صباح الخير وأهلا بك معنا في النشرة الصباحية. بعد 8 أشهر من فراغ هذا المنصب بعد السلوفاكي يانكوبيتش، سمى الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش السنغالي عبد الله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا. اليوم سيكون هناك جلسة في مجلس الأمن الساعة 4 بتوقيت نيويورك. هل تعتقد بأنه سيمرر هذا الاسم رغم اعتراض حكومة الدبيبة عليه؟ ولماذا تعترض برأيك حكومة الدبيبة على هذا الاسم، خاصة في أنه الجلسة الأخيرة في مجلس الأمن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة شدد على أهمية وجود مبعوث أممي في ليبيا؟ صباح النور. نعم، فيما يتعلق أولا بمدى قدرة مجلس الأمن على التوافق على تسمية هذا المرشح الأفريقي، أعتقد أن الأمر سيعود إلى مدى التفاهم ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي بالنظر إلى الخلافات الموجودة حاليا بين هذين المعسكرين. يعني نعلم أن روسيا دائما لديها اعتراضات، وبريطانيا وأمريكا لديها وجهة نظر مغايرة، وأنا أعتقد يعني حتى الآن أعتقد أنه يمكن أن تكون هناك نوع من المناكفات ونوع من المكايدة. يعني حتى يعني الاعتراض يمكن أن يكون من أحد الأطراف للنكاية في الطرف. ولكن البعض يقول بأنه سبق للأمين العام، أو يعني كما هو معروف سبق للأمين العام ترشيح نفس الاسم يعني شفويا ولم تعترض عليه أي من الدول الأعضاء، فهل تتوقع اعتراض اليوم؟ يعني أرجح هذا إلى ما يمكن أن يحدث من تفاهمات ومن اتصالات حتى اللحظات الأخيرة، لأنه الاعتراض إذا حدث فلن يكون على شخص الرجل، ولكن الاعتراض يمكن أن يكون نوع من المقايضة السياسية، نوع من الضغط السياسي، نوع من المكايدة كما قلت، خاصة أن الخلافات مستعرة ما بين الشرق والغرب. تعلمين أن روسيا قطعت الغاز عن بعض الدول الأوروبية والأمور يعني متصاعدة. لكن كان في إجماع على أهمية أن يكون هذا المنصب فيه شخص، أن لا يصبح أو لا يستمر في الشغور، كان هناك إجماع من كل القوى داخليا وخارجيا أيضا. صحيح، لكن تعلمين أن هناك في السياسة يعني نوع من محاولة كسب الأوراق من جانب بعض الأطراف. يعني لا ننسى أن موقف السيد عبد الحميد البيبة وحكومته وممثله في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة يعني موقف لم يأتي هكذا من فراغ. أكيد أنا أعتقد أن هناك وراءه بعض القوى الإقليمية. حكومة الدبيبة لا تعترض على يعني في هذا الاتجاه، نعم، على شغل هذا المنصب، هي تعترض فقط على هذه الشخصية، تقول أنه ليس لديه الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الملف، ملف في ليبيا، على الرغم أن باتيلي هو دبلوماسي سنغالي مخضرم له رصيد من العمل الأممي. فلماذا برأيك تعترض حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها على هذا الاسم بالتحديد؟ لديها أسباب كثيرة في رأي حكومة الدبيبة، منها كما قلت يمكن أن يكون هناك دافع بالترتيب مع أطراف إقليمية أو دولية للاعتراض أو تعطيل عملية الترشيح أو على الأقل تعطيل الملف الليبي في مجلس الأمن، وهذا بند. البند الآخر الذي يعني حكومة الدبيبة ويحقق لها مكاسب هو أن يستمر المنصب شاغرا، منصب موقع رئيس البعثة الأممية الجديد. نعم. يعني أن يظل شاغرا هذا يصب في مصلحة حكومة الدبيبة واستمرار الفوضى واستمرار الانقسام. لهذا هي يعني تشعر أن يعني لديها العديد من البنود. نعم. يمكن القول بعضها يخص سياسات ومصالح مع أطراف إقليمية ودولية، والبعض الآخر يخص توجهات الحكومة نفسها، حكومة الدبيبة. هي تشعر أن الرجل الإفريقي، الرجل المرحب به من جانب العديد من الدول الصديقة للشعب الليبي، هناك نوع من الرضا ومن القدرة على التفاهم معه، يختلف تماما عن أي طرف أوروبي تولى في السابق موقع المبعوث الأممي. يعني حكومة الدبيبة لديها مشاعر بأنه يفضل أن لا يأتي هذا الرجل، سواء كان لأسباب تتعلق بترتيبات مع دول أخرى أو تتعلق بمدى طمأنينة لديها في الاستمرار. طيب. في العمل في الداخل الليبي. إذا ما تم تمرير هذا الاسم والكثيرون يتوقعون ذلك، سيصبح هو المبعوث الأممي إلى ليبيا. البعثة الأممية في ليبيا في العديد تقود العديد من المسارات التفاوضية مع الليبيين، أبرزها المسار السياسي والعسكري والاقتصادي والدستوري.
والمستشارة الأممية الأمريكية ستيفاني ويليامز كانت قطعت شوطا كبيرا في كل هذه المسارات. هل يبني المبعوث الأممي إلى ليبيا على هذه المسارات الموجودة بالفعل، على الجهود التي بذلتها ستيفاني ويليامز، أم باعتقادك ربما يتعاطى بشكل مختلف مع هذه الملفات؟ أعتقد أنه سيعمل بشكل مختلف، لكن ليس بشكل يعني مفاجئ، يعني ربما يعني سيستخدم نوع من التدريج في الانتقال من طريقة عمل المبعوثين السابقين وطريقة عمل هذا المبعوث الأفريقي المهم في رأيي. هو يمكن أن يبدأ في نوع من ممارسة الجدية ونوع من التواصل مع الأطراف الأفريقية، يعني لا ننسى خلفية هذا الرجل وخبراته مع أزمات كانت موجودة في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى العلاقة القوية التي كانت موجودة في الماضي ما بين النظام الليبي والكثير من الدول الأفريقية بما فيها الاتحاد الأفريقي نفسه، يعني كان هناك نوع من التواصل ونوع من التفاهم. كل هذا الزخم لا ينسى، وأعتقد أنه سيكون في الحسبان تولي المبعوث الجديد. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي والباحث في الشأن الليبي عبد الستار حتيتة، كنت معنا من القاهرة. ألقت السلطات في الأرجنتين القبض على شخص حاول تصويب سلاحه باتجاه نائبة الرئيس كريستينا كريشنر والرئيسة السابقة أثناء عودتها إلى منزلها. بثت قنوات تلفزيونية محاولة الاغتيال التي نجت منها كريشنر بأعجوبة. بعد 3 أيام من الحرائق التي هددت بالقضاء على غابة تنورين أكبر محمية لأشجار الأرز في لبنان، أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين الانتهاء من عمليات إخماد النيران والدخول في مرحلة تبريد الأرض كي لا تعود الحرائق للاشتعال، معبرا عن أسفه من المدة التي استغرقتها عمليات الإطفاء. وفقا لوسائل إعلام لبنانية، فقد خسرت المحمية الواقعة في محافظة شمال لبنان على مسافة 90 كيلومترا من العاصمة بيروت نحو 20,000 متر مربع من مساحتها. ترافقت الحرائق مع عدة عوامل أسهمت في امتداد ألسنة النيران لنقاط لم تكن في الحسبان، كوعورة الأرض والرياح وسوء الرؤية التي تسببت بها طبقة الضباب. من جانبه، أكد رئيس لجنة البيئة في البرلمان اللبناني غياث يسبك أن الحرارة المرتفعة ساهمت في إبقاء حرائق محمية أرز تنورين مشتعلة. أضاف أن الرياح وبقاء النيران تحت الرماد ساهم في اشتعالها مجددا، مشيرا إلى أن فرق الجيش ساعدت في محاولات الإخماد والتعامل مع النيران، وطالب بضرورة إجراء تحقيق لمعرفة السبب الحقيقي وراء اندلاع الحرائق التي لم يستبعد بعض المسؤولين أن تكون مفتعلة. من بيروت ينضم إلينا العميد ريمون خطار مدير عام الدفاع المدني اللبناني. صباح الخير وأهلا بك معنا في النشرة الصباحية. سيادة العميد، السيناريوهات كثيرة حول أسباب وللمشاهدين الكرام صباح النور. السيناريوهات كثيرة حول أسباب اشتعال النيران في هذه المحمية، ما السبب الحقيقي وراء هذا الحريق؟
نحن لحديث هلأ فينا نقول أنه الحريق هو من صنع الإنسان، يا عن قصد أو عن غير قصد، لأنه النار ولعت الساعة 11 بالليل. فساعة 11 بالليل يعني ممكن في ناس كانوا مخيمين أو عم يعملوا مشاوي أو غيره، ما صار في إطفاء بشكل جيد للنار. هيدي احتمال. احتمال تاني أنه يكون عن قصد حدا بده يتعمد الإذية، بس ولكن هيدا الموضوع هو بيكون موضوع تحقيق يتبع. نحن حاليا بعدنا متواجدين لمراقبة البقعة كلها سوا بعد انتهاء عمليات الإطفاء. يعني انتهت عملية الإطفاء بالكامل الآن سيادة العميد؟ نعم نعم، انتهت العمليات. وذكرت بالتحقيق انه المساحة المحروقة هي 20,000 متر، المساحة لا هي اقل شوي بالواقع حوالي 8,000. البعض كان استغرب بأنه في البداية في الساعات الأولى كان هناك محاولات لإخماد وإطفاء هذا الحريق وفعلا أطفئ، ثم عادت المحمية للاشتعال مرة جديدة. العوامل الجوية يعني مؤشر حرائق الغابات بهيدي الفترة مرتفع، يعني احتمال يكون في جمرة صغيرة باقية بمطرح، وكون المؤشر مرتفع هذا الشيء بيؤدي لإعادة الاشتعال وسرعة الريح وإلى آخره. كل هالأمور يعني العوامل الجوية بتكون بهالفترة منا مساعدة منا مساعدة لأطفاء الحريق، يعني مساعدة لاشتعاله. نحن هالفترة من بلبنان من أيار لتشرين الثاني، نص تشرين الثاني، بنحسب لحساب لأنه هي الفترة الأقوى يعني باشتعال الحرائق، باحتمال اشتعال حرائق الغابات. بس برجع بقول الحريق ما في حريق ببلش وحده. صح، لكن سيادة العميد البعض أيضا استغرب بأنه عملية الحريق استغرقت أو استمرت لساعات وأيام، هل كان من الصعوبة إطفائها بشكل كامل في بدايتها؟ كان البعض يتحدث أيضا عن صعوبات بسبب الطرق التي لا تسمح بذهاب سيارات الإطفاء، بأنه حتى الطائرات التي كانت تساهم في الإطفاء خرجت ليلا وليس صباحا. كيف عملتم صحيح على محاولة الإطفاء؟ ما الصعوبات التي واجهتكم؟ صحيح، أول شيء نعم، أول شيء بالنسبة للحريق بلش الساعة 11 بالليل، الساعة 11 بالليل الطوافات ما بتطلع على الطوافات الإطفاء ما بتطلع. نطرنا لوجه الصبح، نصبنا البركة لحتى شغلنا الطوافات لأنه البقعة اللي والع فيها الحريق إنكسيسيبل، يعني ما في مسالك لها، ما في صعوبة للوصول لها. فشغلنا الطوافة بهيدي الطوافات الجيش، مشكورين دايما معنا وحدنا برا وجوا. لا اشتغل الطوافة بهيدا الوقت، ولكن الطوافة في أوقات من النهار بيصير في عندها صعوبات ما فيها تتدخل، لأنه يا بيطلع الهواء بيقوى سرعة الهواء أو أنه بتطلع الغطيطة بتصير يشكل خطر على الكروت على الطقم الطيارة الطوافة، لذلك بتوقف العمل. هلأ الخيار البديل اللي اعتمدناه أنه جبنا جرافة شقينا الطريق على مسافة، لأنه في صعوبة الوصول كان لهيدا الموقع، يعني ما في مسالك. شقينا طريق حوالي 800 متر لحتى وصلنا لهالبقعة، ومدينا يعني وصلنا قدرنا وصلنا ليها بالضبط، رجعنا مدينا من باريش لمسافة حوالي 300 متر لحتى قدرنا سيطرنا على الوضع. وبرجع بقول لك هيدا الشيء صار امبارح، وعمليا نحن هلا بعدنا متواجدين فوق بوضع بالمراقبة لحتى في حال، لأنه مؤشر الحرائق مرتفع، في حال تجدد الحريق نكون نحن جاهزين. نعم، طيب بهذه الجملة أسألك سؤال بهذه الكلمة الأخيرة، أنه إحنا مستعدين. نحن نتحدث عن محمية هي ثروة وطنية، وبالتالي هل كانت الاستعدادات موجودة بالفعل إذا ما سمح الله حصل يعني خطأ بشري كما قلت ووقع بالفعل؟ هل في تلك المنطقة ما يساعد في إخماد أي حريق في بدايته، بما أننا نتحدث عن محمية؟ بدي أقول لك شيء، نحن أنا عندنا بالدفاع المدني اللبناني حوالي 230 مركز منتشرين على كل الأراضي اللبنانية.
مثل بهالمحمية في بمحيطها حوالي 7-8 مراكز تدخلوا دغري على الفور بوقت الولعت. بس كمان بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه الوضع الاقتصادي اللبناني، نحن اليوم في عنا أزمة محروقات، في عنا أزمة تصليح سيارات، يعني في عنا أعطال كتيرة ما قادرين نصلحها نتيجة الأزمة الاقتصادية اللي عم يمرق فيها لبنان. يعني تاخدي فكرة، مثلا من أصل 262 آلية إطفاء عندي 58 معطلين، من أصل 148 آلية إسعاف عندي 47 معطلين. يعني ضمن الإمكانيات المتوفرة نحن عم نتدخل، والحمد لله ما فشلنا الحديث هلأ ولا بمهمة. وكمان بدي أذكر بشغلة أنه عناصرنا بغالبيتهم متطوعين، يعني والمتطوع مش دائما بيكون جاهز. كان هناك أيضا من الأهالي من ساعدوا بشكل كبير في عمليات الإطفاء. صحيح صحيح، نحن دائما بنعتمد على المتطوعين اللي هن عنا، والأهالي بيساعدوا بجزء محدود، لأنه في أوقات بيكون في خطر ما بدنا نعرض حدا للخطر، بيساعدونا بيجيبوا مي يعني بيأمنوا أو بدلونا على مسالك بتكون منا مبينة إلى آخره. طيب الآن وبعد أن وقع هذا الحريق، هون أنا بالحقيقة بدي سيادة العميد، أنا هون بدي أقول شغلة، إنه الدفاع المدني هو شبكة أمان المواطنين. هالعناصر إن كان موظفين ولا متطوعين عم بيضحوا بالغالي والرخيص لإنقاذ ممتلكات وأرواح الناس. أنا من هون من محطتكم بدي وجه لهم تحية وشد إيدي على إيدهم وقول لهم يعطيهم ألف عافية. يعطيهم ألف عافية. ولكن الآن ما الذي يمكن أن يقدم لهم حتى يستطيعوا إتمام عملهم بأفضل شكل؟ لأنه أنت تحدثت عن المعاناة الكبيرة جراء الأزمة الاقتصادية في لبنان، الكثير من الأماكن معطلة، الأجهزة معطلة، وبالتالي هذا الحريق لا سمح الله إذا ما تكرر، هل تتكرر هذه الخسارة؟ نحن اللي فيني أقوله أنه نحن ما رح نوقف مهمتنا مستمرة ضمن الإمكانيات اللي عنا إياها. ولكن اللي كنت عم بقوله أنه نحن إمكانياتنا محدودة، يعني بهيدي الفترة بالذات بعد الأزمة اللي عم يمرق فيها البلد، في عنا ما عم نحكي هون عن آليات عن أجهزة حديثة أو متطورة أو آليات جديدة، عم بحكي عن آلياتنا. أحدث آلية عمرها 20 سنة آلية إطفاء أو إسعاف أو غيره، وفي آليات في عدد كبير منهم معطل مش قادرين. نحن عم نعتمد بكتير أوقات على سلطات محلية من بلديات أو من واهبين، يعني منقبل هبات وفق الأصول القانونية، لا تصليح سيارات، لا تأمين محروقات. الجيش عم يعطينا محروقات بالقدر الممكن، ولكن بهيدي الموسم بالأزمة اللي نحن فيها ما عم بيكون كافي، مشان هيك بنعتمد على واهبين لحتى يساعدونا. وبرجع بقول نحن عم نشتغل مهماتنا، ما فشلنا وبإذن الله ما رح نفشل ولا بمهمة، بس إمكانياتنا محدودة. نعم. نتيجة كل هالأزمة اللي عم نمرق فيها. طيب أنا أختم معك بالوضع الآن، هل يمكن اعتبار بأنه تمت عمليات الإطفاء بالكامل والعمل على عدم يعني أن تخرج النيران مرة أخرى، لأنه هذا ما حدث طوال الثلاثة أيام الماضية؟ هل يمكن أن نقول أن المهمة انتهت؟ صحيح يعني صحيح. بنجاح ولا في خطر أنه تندلع الحرائق؟ نحن متواجدين ابدا ابدا ابدا، لا نحن متواجدين. بس كمان انا بدي اقول شغلي، انه مثل ما قلت لك المساحه اللي احترقت هي 8000 متر وعلى حدود المحميه، يعني فيني اقول انه يعني المحميه الارز ما تاذت، ما فاتت النار على قلبك. في 3 ارزات بس صار فيهم اشتعال، ولكن المحمية بحد ذاتها كلها لا، ما فاتت النار على 8000 متر من ضمن المحمية، كان بجوار المحمية. فنحن هلأ موجودين فوق بعد ما شقينا الطريق ووصلنا بريشنا على البقعة اللي ولعت، بعدنا موجودين لحتى لا سمح الله بسبب العوامل الجوية اللي هي مؤاتية لاشتعال الحرائق، متواجدين ومع كل التجهيزات اللازمة للتدخل في حال صار في إعادة اشتعال.
شكرا جزيلا لك على وجودك معنا اليوم العميد ريمون خطار مدير عام الدفاع المدني اللبناني، شكرا جزيلا لك. وننتقل الآن إلى زميلي توني هنا في غرفة الأخبار حتى يطلعنا على نتائج التصويت على السؤال الذي كنا نشرناه إليك. نعم ضحى، إذن المشاهدين سؤالنا بالأمس كان يقول لماذا تتكرر عمليات صيانة أنابيب الغاز الروسية، ونتائج التصويت أظهرت أن أغلبية ساحقة من المصوتين وبنحو 90% ترى أن السبب هو الضغط على أوروبا بورقة الغاز، فيما رأى 10% فقط أن الأسباب هي تقنية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة. هذه كانت نتائج التصويت ضحى. شكرا جزيلا لك توني. شكرا لك. النشرة الصباحية مستمرة وفيها بعد الفاصل. في مصر انطلاق حملة الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات رئاسية. في الحروب تسقط كل المعايير، تظهر المصالح وتنتظر النتائج التي قد تدوم لسنوات. فهل نشهد تاريخا مختلفا ومستقبلا يسكنه الغموض؟ وهل نحن نمر بأخطر أزمة في العصر الحديث؟ تابع الأخبار بكل أبعادها عسكرياً اقتصادياً وسياسياً. كيف يقرأ المشهد؟ إعلان منطقة حظر طيران من موسكو مراسل الحدث، هنالك توافق كبير جداً. ما تريده روسيا أبعد من حدود أوكرانيا. الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. أهلا بكم. دراسات سابقة حذرت من أن الضوء الأزرق يجهد العينين ويؤدي إلى ضبابية الرؤية والتنكس البقعي وإعتام عدسة العين ويعطل إيقاع الساعة البيولوجية، مما يجعل الخلود للنوم أمرا صعبا. إلا أن دراسة أمريكية حديثة وجدت أن التحديق في شاشة الهاتف لفترات طويلة قد يسبب أيضا التجاعيد في البشرة، وذلك عقب اكتشاف رابط بين الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية وتسريع مظاهر الشيخوخة، وبعد التحذير من أثار الشاشات الإلكترونية على البصر والأعصاب. أشارت الدراسة إلى أن تجنب التعرض المفرط للضوء الأزرق قد يكون استراتيجية جيدة لمكافحة الشيخوخة. مزيد من التفاصيل حول هذه الدراسة مع زميل توني مزرعاني. توني، يعني أنا ده ممكن يكبرني في السن؟ يعني أنا مثلك ضحى، بدنا نضل نطلع على التليفون على دائما يعني بشكل متواصل. على كل إذا المشاهدين، إذا لم يعد يخفى على أحد أضرار التعرض لشاشات الكمبيوتر والهواتف والأجهزة اللوحية لفترات مطولة، لا سيما على العينين وحاسة البصر، ولكن الجديد هو أن التعرض المستمر للضوء الأزرق المنبعث من هذه الشاشات تؤدي إلى تسريع شيخوخة البشر وفقا لدراسة جديدة. هذه الدراسة نشرها قسم طبعا علم الأحياء في جامعة أوريغون الأمريكية بالاعتماد على تجارب أجريت على ذباب الفاكهة،
وأكدت التجارب أن الضوء المنبعث من شاشات التلفزيون والكمبيوتر والهواتف يؤثر سلبا على الوظائف الخلوية الأساسية، وأيضا يؤدي إلى اضطراب المواد الكيميائية الضرورية لعمل هذه الخلايا بالشكل الصحيح. ووجد الباحثون أن الضوء الأزرق يؤدي أيضا إلى السمنة والمشاكل النفسية، إضافة إلى تأثيرات ضارة على مجموعة واسعة من خلايا الجسم، منها خلايا الجلد والدهون والخلايا العصبية الحسية. وأثبتت التجارب أن مستويات الأيض التي تساعد الخلايا لتعمل بشكل صحيح تتغير في ذباب الفاكهة عند التعرض للضوء الأزرق. وتوصلت الدراسة لاكتشاف مقلق آخر، هو أن الجزئيات المسؤولة عن الاتصال بين الخلايا العصبية مثل طبعا الجلوتامات تكون في المستوى الأدنى بعد التعرض للضوء الأزرق، وهذا يسبب موتها ويفسر هنا تسارع وتيرة الشيخوخة. وأوصت أن الحد من التعرض للضوء الأزرق قد يكون استراتيجية جيدة لمكافحة آثار الشيخوخة للتقدم في العمر. هذا الضوء الأزرق الاصطناعي الخطر الذي تتحدث عنه الدراسة يحيط بنا في كل جانب من جوانب حياتنا، ومنذ الاستيقاظ حتى وقت الفراش، من أجهزة الهواتف والتلفاز والأجهزة الذكية المختلفة، وحتى أيضا لافتات الشوارع المنارة. وفي حال أن التعرض للضوء الأزرق خلال النهار يساعد في اليقظة والأداء المعرفي، إلا أنه يعطل أيضا إيقاع الساعة البيولوجية للشخص، لا سيما عند قضاء الوقت مع الشاشات قبل النوم. ضحى، يعني فعلا نتائج يعني غير مشجعة أبدا خالص. كل ده نحن نفعله يوميا مكثف فعلا للأسف. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. من عمان ينضم إلينا البروفيسور الدكتور معتز غرايبة، مستشار طب وجراحة العيون. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي النشرة الصباحية. يعني إذا أثرت الشاشات والضوء الأزرق على البصر نرتدي نظارة ما فيش مشكلة، لكن هل يمكن فعلا أن تتسبب الهواتف والشاشات الذكية في الشيخوخة وكبر السن؟ وليه الإنفلونسرز مش بيكبروا؟ انفلونسرز طول الوقت على الشاشة. صباح النور. صباح الخير للمستمعين، ونهاية أسبوع سعيد للجميع إن شاء الله. هو إحنا بنكبر، كلنا بنكبر، بس يعني بس بنكبر بسبب الشاشات. نكبر شوية شوية. نعم نكبر بسبب الشاشات. نعم نكبر بسبب أشياء كتير، واحدة منهم الشاشات للأسف. يعني هلا هو إحنا ما بدنا نخوف الناس من الضوء الأزرق، هو إحنا الضوء الأزرق موجود بحياتنا، موجود بالشمس، موجود بالشاشات سواء التليفون أو التابلت أو الـ أو الـ 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 الكمبيوتر، التلفزيون موجود بالضوء بالLED، أي ضوء موجود بالLED في ضوء أزرق، فإحنا عندنا الضوء الأزرق موجود بحياتنا بنشوفه. بس الفكرة والتعرض للضوء الأزرق لفترات أطول ولكميات أكثر. ضوء الأزرق يعني هو جزء من الضوء اللي احنا بنشوفه، بس مشكلة الضوء الأزرق انه هو موجته أقل وبالتالي طاقته أعلى، فبأثر احنا الجزء اللي بيضر من الضوء الأزرق ما منحس فيه للأسف، إنما منحس فيه فيزيكلي، يعني ما منحس فيه انه بأثر. هل هذا يعتمد على عدد الساعات التي نتعرض فيها لهذا الضوء الأزرق، وما الذي يمكن ان نفعله؟ وهل يتغير التأثير بتغير الشاشات؟ هل هناك شاشات تؤثر على اعيننا مع التكنولوجيا يعني بشكل اقل؟ اللي ممكن يتغير هو النظارات وليس الشاشات. يعني الأهم يعني الشيء اللي بنقدر نعمله واحد التخفيف من عدد الساعات اللي نتعرض فيها للضوء الأزرق، وثانياً إذا كنا مجبورين ومضطرين إنه نتعامل مع الضوء الأزرق، إذا وظيفتي أنا هيك، إذا أنا لازم أستعمل التليفون أو الكمبيوتر أو إلى آخره، فالمفروض إني أستعمل نظارات تساعدني بتقليل الضوء الأزرق اللي داخل على عيني. لا، ليست نظارات نظر، مانع انعكاس. مش حتى لو ما عندي أي مشكلة بالنظر، حتى لو أنا إنسان ما بحتاج. أي نوع من النظارات دكتور؟ وجود طبقة عازلة تمنع
أو تقلل من دخول الضوء الأزرق إلى عيني، هذا الشيء بيساعد كثيرا في تقليل الضرر. طبعا احنا بنحكي عن اليافعين وبنحكي عن الكبار، وطبعا ما ننسى الصغار. اي نوع من النظارات؟ يعني فهو بيأثر عن النظارات اللي فيها انتي ريفليكشن، النظارات اللي بتقلل من اللي فيها فلترز، اللي فيها يعني فلتر يقلل الضوء الازرق اللي داخل الى العين. ممكن نساعد ايضا بانه اذا انا شغلي على الكمبيوتر، يعني انا ما عندي حد، انا شغلي على الكمبيوتر، شو بدي اعمل؟ طيب كويس، ممكن وجود الضوء العادي ما يكون خلفي مثلا عشان ما يزيد الانعكاس من الشاشه. هل يعني طبعا انا سكرين على الكمبيوتر، انا عارفه حضرتك يعني طبيب يعني عيون، ولكن هل يقتصر التأثير فقط على العيون، أم كما يقال بأنه يؤثر على تجاعيد البشرة، على السمنة، يؤدي إلى السمنة، على الأعصاب، ولا دي مبالغة؟ والله هو أنا عادة لما بيجيني مريض بحكي له، وخاصة يعني إذا أهله معه، كمان إذا كان طفل وأهله معه، بقول له هو التابلت أو الكمبيوتر مش بس بيأثر على عيونك، هو بيأثر على دماغك كمان، هو بيأثر على سواء من وجع الرقبة، من زيادة الوزن، من اضطرابات النوم. يعني إحنا الضوء الأزرق هذا اللي بنحكي عنه موجود بالنهار، إحنا صرنا نعمله نهارنا صار ليلنا صار نهار، أيضا بيأثر على النوم، بيأثر على النمو، بيأثر على قدراتنا العقلية، بيأثر على يعني في دراسات كثير بتحكي إنه الناس اللي بيتعرضوا أكثر للشاشات هم انفعاليين أكثر، هم عندهم اضطرابات بالنوم، وبالتالي اضطرابات بالمود، يعني عندهم شعور بالإحباط أكثر، هم أعنف. لكن ده كل الناس دكتور، يعني أنت تتحدث عن المستخدمين لهذه الشاشات، هؤلاء كل الناس. نعم، لا، هل كل الناس عندها اضطرابات لا لا لا، هو يعتمد على عدد الساعات اللي انت بتتعرض لها للشاشات، وعلى كميه المدخلات اللي بتاخذها انت من الشاشات. طيب ما الذي يمكن ان نفعله حتى نحد من هذه الاثار على صحتنا؟ هل فقط يتمثل الحل في هذه النظارات وقت التعرض للشاشه، استخدام الشاشات؟ بنبدأ احنا اصلا من الالتزام بعدد الساعات المحدد اللي ممكن انا استعمل فيه. ايه افضل عدد ساعات؟ بيعتمد على العمر، يعني انا ممكن افاجئ كثير من الاخوه المستمعين اذا انا بحكي انه الطفل اللي تحت السنتين ممنوع يستعمل الشاشات. الطفل اللي تحت ال 16 سنه ممنوع يستعمل التليفون او التابلت. طبعا هذا الحكي مش هذا الحكي مثبت، هاي توصيات الجمعية الأمريكية طب الأطفال. لما أنا أكون أقل من 16 سنة معقول؟ نعم نعم، هاي توصيات الجمعية الأمريكية لطب الأطفال. بس المدارس الأمريكية بيستخدموا التابلت من أقل من هذا العمر. 100%، وهذا هو يعني نقطة جوهرية في خلاف بيننا وبين التربويين أو الناس اللي يعني التدريس، إنه طيب أنا كيف بدي أنصح الأهل إنه لا تستعمل التابلت وبالمقابل كل دراسته على التابلت؟ طبعا بتضر مش بس على العين، بتضر على النمو كمان، على نمو العين ونمو الجسم ونمو الدماغ، على التأثير مش بس على العين. لكن الأطفال أقل من سنتين ما يشوفوا الشاشة ممنوع أبدا، ممنوع زيرو. نعم، وظيفة الأهل هو أنهم يبحثوا لهم عن بدائل، بدل تقضية الوقت مع هلا بالنسبة للكبار اللي مجبور شغله هيك، احنا بنبدا بفترات الترطيب، لانه انت لما تستعمل شاشات لفتره طويله انت بتنشف العين، بتاثر على القرنيه، فقدرات الترطيب بتساعد لدرجه كبيره. في نصيحه احنا دائما بنحكيها للناس اللي بتستعمل الشاشات بشكل مستمر، اللي هي نصيحه 20 20 20، اللي هي انا المفروض اذا انا بستعمل الشاشات ومجبر هيك طبيعه عملي مثلا، كل 20 دقيقه اطلع على شيء بعيد يبعد عني مسافه 20 خطوه، اللي هي تقريبا 6 متر لمدة 20 ثانية. هذا الشيء بريح العين وبيساعدها أن نعمل زي بنعمل ريست للعين عشان ترجع أقدر أستعملها. شكرا جزيلا لك بروفيسور الدكتور معتز غرايبة، مستشار طب وجراحة العيون، شكرا جزيلا لك.
وفي مصر انطلقت حملة للحماية الاجتماعية بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك عبر تطبيق القرارات الرئاسية بزيادة دعم بطاقات التموين إلى 300 جنيه وضخ 32 مليار جنيه إضافية لدعم الخبز. علامات السعادة بدت على وجه أم محمد، فقد علمت بنبأ قرار الرئيس المصري بدعم منظومة الخبز ب 32 مليار جنيه إضافية، أي ما يقرب من المليار ونصف دولار، ما يعني الحفاظ على سعره المدعوم بعد شائعات انتشرت عن نية الحكومة لرفع الدعم عن الخبز. أنا عندي 5 أطفال، ما نقدرش نستغنى عن العيش، هو العيش أهم حاجة في بيتنا. القرار كان أثره إيجابياً على قطاعات كبيرة من المصريين. أغلبية المواطنين أكدوا أنهم قد يتحملوا ارتفاع أسعار أي سلع غذائية باستثناء الخبز الذي يعد العامل المشترك في جميع الوجبات. لو كلت عيش حاف هتشبع، فالعيش ده أساس أي حاجة في الدنيا. هو الشعب دائماً في ترقب لزيادة ارتفاع الأسعار طبق لارتفاع الأسعار العالمية، ولما يستطيع الرئيس يقف مع الشعب ودعم رغيف الخبز بتبقى الناس عندها حاجه لحاله شجن، يا فرح يا حزن، تحزن ولا تفرح، فبتبقى عايزه اطمئنان مش اكتر. اصحاب الافران رحبوا بالقرار وتوقيته حيث يتزامن مع موجات تضخم غير مسبوقه ادت الى ارتفاعات كبيره في اسعار اغلب السلع الغذائيه. قرار حلو وقرار تمام في وقت مناسب بالنسبة للظروف الدنيا اليومين دول، يعني مش والأطالة، بس عامة هو قرار مناسب اللي هو يبقى الدعم حلو. وزير التموين أكد منذ أيام بأنه لن يكون هناك أي زيادة في أسعار الخبز المدعوم. جدير بالذكر أن الحكومة تدعم منظومة الخبز في الموازنة الحالية بقيمة 54 مليار جنيه، أي ما يقرب من 2.9 مليار دولار، ولكن تبقى الرؤية الاجتماعية غالبة في قرارات الدولة، خصوصا حينما تتعلق الأزمة بالخبز أو العيش كما يطلق عليه المصريون. أحمد عثمان، الحدث، القاهرة. وننتقل إلى زميلي توني هنا لنتعرف على مصطلح اليوم. إليك توني. شكرا لك ضحى. مصطلحنا اليوم عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي تعرف اختصارا بأوسينميل، أسست في سبتمبر من العام 2011 بقرار من مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 2009، وذلك قبل شهر من الإطاحة بالنظام معمر القذافي. تهدف البعثة الأممية لإجراء حوار سياسي شامل وتعزيز المصالحة الوطنية والشروع في وضع الدستور وإجراء الانتخابات وتنسيق الدعم الذي قد يطلب من الجهات الفاعلة. تعاقب على رئاستها منذ تأسيسها في 2011 7 رؤساء، كان أولهم البريطاني إيان مارتن، ثم اللبناني طارق متري، تلاه الإسباني برناردينيو ليون، والألماني مارتن كوبلر، ليأتي بعدهما اللبناني غسان سلامة، ثم الأمريكية ستيفاني ويليامز التي عينت مستشارة ورئيسة بالإنابة للبعثة الأممية، وأخرهم كان السلوفاكي يان كوبيتش الذي استقال في نوفمبر من العام 2021. هذا كل ما لدي ضحى. شكرا جزيلا لك توني. شكرا لك. ونبقى في ليبيا، فبعد أكثر من نصف قرن على ثورة الفاتح لا يزال هناك من يحتفل بها ويتحسر على أيامها، خصوصا في هذا الوقت العصيب الذي مزق البلاد بين الشرق وغرب. بني وليد مدينة لا تزال تعبر عن ولائها للقذافي وتتجاهل الاقتتال. الكرامة هنا في العيد الفاتح، الكرامة هنا في عيد الفاتح. قد يكون الحنين إلى الماضي والتحسر على أيام القذافي، وكأن الزمن توقف عند أهالي بني وليد التي بقيت معقلة الموالين للقذافي حتى بعد مقتله. اللون الأخضر يزين الواحة التي تبعد عن طرابلس ب 170 كيلومترا، احتفالا بذكرى الفاتح من سبتمبر التي مرت عليها 53 عاما. احتفال لمدينة تقع بين نارين، نار الشرق المشتعل
بنغازي ونار طرابلس المنقسمة على نفسها. مدينة بني وليد التي يسكنها نحو 100,000 نسمة من القبائل والعائلات واجهت المقاتلين إبان الثورة في 2011 حتى تمكنوا من احتلالها في أكتوبر من العام التالي. ورغم ذلك لم تسقط الراية الخضراء التي ترمز إلى القذافي وثورته الخضراء. لا يزال الاقتتال دائراً والحوار متوقفاً بين حكومتين وجيشين متناحرين رغم كل الوساطات الدولية، ولم تغير ثورة 2011 الظلمة والديكتاتورية، بل جاءت برموز جديدة تقاتل على كعكة محترقة. ولا يملكون إلا الدمار، لا يريدون الحياة لنا. أفسدها الطمع في السلطة والاستحواذ بالحكم. وبالنسبة لبني وليد وسكانها ومدن أخرى في الجنوب، فإن إحياء ثورة الفاتح يفتح جروحاً جاء الاقتتال الداخلي ليرش الملح عليها. سماح السيد، الحدث. وسؤال جديد للتصويت عليه مع زميلي تاني. إليك تاني. نعم دحى، سؤالنا إذن يقول: كم من الوقت تقضونه يوميا أمام الشاشات الإلكترونية؟ أقل من نصف ساعة في اليوم، من ساعتين إلى 3 ساعات، أو أكثر من 3 ساعات يوميا؟ ندعوكم للمشاركة في هذا التصويت الذي سننشره بعد قليل على حسابات الحدث في تويتر ويوتيوب. عودة لك يا دحى. شكرا جزيلا لك توي. شكرا لك. وشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.